بعد ما مات أرمان ما عاد تحركت وحاسة حالي انشليت. حتى الوقفة على رجلي صايرة صعبة كتير. بقى كيف بدك ياني قوم واتمشى معك كمان؟ خالتي لو سمحتي لا تبكي، بعرف قديشك زعلانة لأنك خسرتي ابنك، انتي أكتر حدا فينا زعل عليه. الآن على تارة هي كمان زعلانة كتير، الله أعلم شو رح يصير فيها وبابنها. لا تقلقي خالتي، اطمني هي رح تنسى وأكيد رح تتخطى حزنها على زوجها. لا تقلقي هي عم تشغل حالها، شفتها اليوم عم تحاكي أخي، هنن كانوا سوا بالجنينة. كيف؟ شو قلتي عملت؟ وين كانت مع أخوكي؟ خالتي يعني هي إنسانة لازم تحاكي الناس، إذا ما عملت هيك بتمل لحالها. ولا تنسي إنه كاشي مانو غريب، هو ابن أختك. أنتي بس لا تشغلي بالك بشي، ديري بالك على صحتك. حاسة إني عم بختنق بنتي بعد ما مات ابني ونخطف مني بعز شبابه. وشوفي تارة مو هامة. انسيها هلأ خالتي وإلا بيرتفع ضغطك وبتدوخي. لازم أحكي معها تكون أهدى بتصرفاتها وتدير بالها أكتر. ماشي خالتي، بس لا تزعجي حالك لأنك صرتي حساسة هالفترة. أنا بفرحني تكون منيحة، بس هي تنتبه على تصرفاتها قدام العالم.